يو السلام عليكم ومرحبا بكم معكم في سيلي عاوتاني فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. فهو في سيلي عاوتاني جاكم فيديو جديد وكما شفتوا اللقطات الاولى ديال الفيديو هذا غادي يكون شوتينغ مع الاخت فاطمه الزهراء وتصور خرج شي حاجه مزيونه شي حاجه واعره تبارك الله عليا والسلام. المهم ما حرقش عليكم خليكم تتفرجوا الفيديوهات تعرفوا شنو كاين. المهم نعاود نقولها الناس اللي كتفرج فينا باقا ما عملناش ابوني او انت تخلي ديك ابوني راه فور ما تخسر والو. الناس اللي ديجا مابونيا ما تخسر والو حتى انت اللي عاودتي خليت الراي ديالك كيفاش داك الشيء هذا وهادشي اللي كاين. فرجه ممتعه بيس. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close. Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my your heart is no longer the same. Cause it's for my blood and it frees your heart. It's no longer the same. وصلنا لنهاية الفيديو ديال الفيديو ديالنا. الا باقي ما خليتيش الراي ديالك انت تحت كيفاش جاك هادشي هذا ودخل ليه وهادشي اللي كاين. ها انستغرام ديالي هنايا ها انستغرام ديال فاطمة الزهراء هنايا وهادشي اللي كاين. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.